دلوقتي بنتكلم عن الاوتو انكودر، وده نوع من انواع الديب ليرنينج مودلز المهمه جدا اللي احنا لازم ندرسها بشكل كويس، عشان ده اللي هيدخلنا الى علم اسمه الجينيريتيف او الجينيريتيف ادفيرسال نتورك او الجين عموما. فهنشوف ايه اللي احنا ممكن نستفيده من موضوع الاوتو انكودر عشان دخلنا الى العلم التاني ده، وايه اصلا شكل الاوتو انكودر وايه انواعها وبتستخدم في ايه، وهناخد طبعا اجزاء عملي على الكلام ده. طيب على كده نشوف الاركتكتشر بتاعه الاوتو انكودر اصلا شكلها عامل ازاي. ده الشكل اللي هو الجنرال الخاص باي نوع من انواع الاوتو انكودر موديل، بيكون بهذا الشكل، بيبقى داخل لي مثلا انبوت هو مثلا اكس، والاكس ده بيدخل على حاجه اسمها انكودر. ايه موضوع الانكودر؟ ان هو بيبدا يعمل حاجه اسمها داون سامبلنج، يبدا ياخد الاكس دي يصغر فيها كده ويطلع فيتشرز في النص كده اسمها الزد، او بنسميها البوتل نيك. البوتل نيك ده بيبقى الجزء موجود في النص كده عباره عن الفيتشرز او حاجه مصغره من الايه، من الاكس الاصليه اللي انت المفروض شغال عليه. طبعا ممكن يكون الجزء الانكودر ده يتحط فيه بقى كونفليوشن لايرز، يتحط فيه ماكس، يتحط فيه ابتدى ماكس بولينج، يتحط فيه مثلا دروب اوت براحتك. الكلام ده اللي هو كل الاجزاء والكومبوننتس بتاعه السي ان ان او بتاعه الفيد فور نيورال نتورك اللي انت ايه اتعلمتها. بس المهم يكون فيه هنا داون سامبلينج واوصل الى الزد، والزد ده هي بالنسبه لي هي الفيتشرز او الجزء الكومبريسد من الانبوت الاصلي. بعد كده ابدا ادخل الكلام ده على ديكودر لو انا عايز ارجع على الاصل تاني، فاعمل ادخل الكلام ده على ديكودر عشان اطلع عليه الاكس ايه، الاكس داش. المفروض الاكس داش دي المفروض تكون شبه الاكس الاصليه اصلا، ماشي؟ يعني الاستراكشر بتاع الاكس اللي هي الانبوت دي هو نفس الاستراكشر بتاع الاكس اللي هي الاوت المفروض موجوده دي، ماشي؟ بس هنا ده اسمه ديكودر، ده اسمه انكودر. الانكودر بيعمل حاجه اسمها داون سامبلنج، الديكودر بيعمل حاجه اسمها ايه، اب سامبلنج. لازم ارجع من الزد الى ايه، الى شكل الاستراكشر او شكل السايز بتاع مين، بتاع الانبوت اللي انت اصلا دخلته لي في الاول خالص. طيب فالاوتو انكودر هو نوع من انواع الانسوبرفايز ديب ليرنينج الجوريزمز، يعني بيشتغل على ان ليبل داتا. طبعا هو نوع من انواع النيورال نتورك اللي انت متعود عليها، ممكن استخدمه في الدايمنشن ريدكشن زي ما انا شايف كده. انا عندي الانبوتس بقى بالنسبه لي حاجه اسمها زد، بقت حاجه صغيره في الوسط، فده اسمه ايه، ده اسمه دايمنشن ريدكشن. او ممكن ان انا اقول اعمل حاجه اسمها كومبريسنج، ان انا دلوقتي بعمل كومبريس للانبوت ده بشكل اصغر. وليه بنعمل كومبريسنج؟ عشان مثلا لو انت عاوز تاخد بقى الفيتشرز ديت وتشتغل عليها في ديب ليرنينج موديل، او تشتغل عليها كلاسيفيكيشن مثلا او ريجريشن او ايا كان، فهو قلل لك الابعاد او صغر لك الجزء بتاع الداتا اللي انت المفروض شغال عليها. وطبعا انت دلوقتي استفدت من الجزء ده كده ان انت بقى عندك فيتشرز مهمه وفي نفس الوقت ايه قليله، فتشتغل عليها بسرعه ما تاخدش وقت. طيب شكل المعادلات عندي الزد بيساوي الاس، يعني انت عندك هنا اللي هو الدبليو في الاكس بلس البي، طبعا عندك بايس وعندك الدبليو برضو في الاكس، لان كل جزء من هنا يكون فيه دبليو، وعندي برضو الاكس اللي هي الانبوتس اللي داخلالي. وعشان اوصل الى الاكس داش لازم استخدم طبعا الزد، فالزد بقى مضروبه في كل الويتس اللي موجوده عندي، بلس طبعا ان في بايس برضو عشان اوصل الى ايه، اوصل الى الاكس ايه داش. طيب ده الشكل العادي اللي لو احنا جينا بصينا له بشكل نيورونز كده، ادي شكل انكودر بشكل ديكودر. هتلاقي دايما عندك الانبوت والاوتبوت نفس الكلام بالظبط، نفس عدد النيورونز الموجوده بنفس الاستراكشر. الهيدن اللي موجود في النص ده او البوتل نيك الموجود في النص دايما هتلاقيه، هتلاقيه حاجه كده برضه، يعني واخد نص يمين ونص شمال، ممكن يكون رقم فردي، يعني ممكن يكون هيدن لاير فرديه كده، او ممكن يكون زوجي، يعني ممكن يكون في هنا جزء وفي هنا جزء، ماشي؟ بس المهم ان الاثنين يكونوا زي بعض، او واحد بس موجود في النص كده مشترك ما بين ايه، ما بين الجزئين دول. طيب ده السيمبل استراكشر. طيب في نوع، في منه نوعين اساسيين، في نوع اسمه الاندر كومبليت. لو انت عندك الانبوت، الانبوت تحت اهو، فحصل له داون سامبلنج، بقى عندك الجزء اللي موجود في النص ده اصغر من الانبوت والاوت، فده بنسميه حاجه اسمها الاندر كومبليت، وده بنستخدمه في الكومبريسنج، يعني بنستخدمه في الضغط او ان انا يعني اصغر الحجم شويه بتاع الانبوت الموجود عندي، ماشي؟ وبالنسبه لي هنا الهيدن نودز دي او الجزء اللي في النص ده هيكون جود فيتشرز فور ذا تريننج، يعني ممكن استخدم الفيتشرز موجوده في النص دي، ممكن استخدمها بقى في ايه، في تاسك تانيه خالص، ممكن ادخلها في كلاسيفيكيشن ريجريشن، ادخلها في اي حاجه تانيه، ماشي؟ فكده انا عملت دايمنشن ريدكشن او عملت كومبريسنج للانبوت الاصلي في ايه، في جزء، في فيتشرات. الفيتشرات دي بتميز الجزء الايه، الانبوت اللي انت المفروض شغال عليه. طيب ليه هنا سموه اندر كومبليت؟ لان انت عندك هنا الانبوت اكبر من البوتنيك. طيب في جزء تاني ممكن يكون البوتنيك اكبر من الانبوت الاوت، في الحاله دي سموه اوفر كومبليت، طبعا ده ما بيعملش كومبريشن، ماشي؟ فبيقول لك هنا اتش هيدن يونت كود
كوبي ا ديفرنت انبوت، ايه انبوت كومبوننت، يعني ممكن يكون الزد دي هي عباره عن اجزاء كده متكبيره من الايه، من الانبوت الاصلي ده عشان تبان بالشكل ده كده. طب ليه بنعمل كده؟ قال لك انا ممكن اعمل كده عشان اخدع الايه، اخدع الشخص اللي هو الاتاكر الموجود في النص. يعني ممكن اخد الداتا اللي موجوده في النص دي، المفروض ان هي اصلا ده الشكل الاصلي بتاعها، السندر ريسيفر بس عندهم، السندر عنده انكودر والريسيفر عنده ديكودر، فالمفروض يكون عندك ايه بقى، عندك الرساله هتنبعت في النص دي، ممكن اتاكر يدخل في النص يسحب الرساله دي او يعرف الرساله ديت مثلا هي عباره عن ايه. فطبعا يجي يبص عليها كده يلاقيها حاجات مكبره في بعضها كده، فهو مش فاهم اصلا هي عباره عن ايه، ماشي، لانها معموله بشكل راندوم. فطبعا مين اللي هيعرف الكلام ده؟ هو الريسيفر بس اللي يقدر يستقبلها ويقدر يعمل عليها ديكودنج عشان يقدر يوصل إليه، يوصل الى الشكل الاصلي بتاعها اللي هو المفروض اكس داش، اللي هو المفروض يكون شبه مين اصلا، يكون شبه الاكس الايه الاصليه اللي انت المفروض مدخلها له، ماشي. ده الجزء بتاع الاوفر ايه، الاوفر كومبليت. طيب اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده كله، انت عندك بس جزء في النص اللي هو هيدن لير واحده، فمطلع لك فيتشر واحده بس، او يعني مطلع لك لير فيها فيتشرز خاصه بالايه، بالانبوت اللي انت شغال عليه. لكن لما يكون عندك بقى اكتر من هيدن لير، يعني واحد اثنين مثلا ثلاثه في النص كده، بنسموها الديب اوتو ايه، اوتو انكودر، ماشي، بنسميها بقى الديب اوتو انكودر، بنسميها الستاكد اوتو ايه، اوتو انكودر، اللي هو الدي اي اي او الاس اي اي. بيميز طبعا الستاك ده ان في بعض النيرونز بنعمل لها ايه، زي كاننا بنلغيها كده، حاجه كده شبه الدروب اوت يعني، هنجينا دلوقتي. طيب لو انا استخدمت مثلا حاجه بالشكل ده كده وقلت له انا مش عاوز الـ مش عاوز الاوت خالص، او مش عاوز الاكس داش ده خالص، ففي الحاله ديت انت هتاخد الانكودر بس، يعني ممكن انت تاخد الانكودر بس بتشتغل عليه. قال لك اه عادي اخد الانكودر بس اشتغل عليه فاطلع الفيتشرز بس، الفيتشرز دي ممكن اخدها ادخلها في تاسك تانيه مفيش اي مشكله. طيب لو انت اخدت الايه الفيتشرز دي، لو انا اخدت الفيتشرز بس ماشي، ممكن اخد الفيتشرز طبعا اشتغل عليها عادي جدا، نسميها مثلا A1 A2 A3، او احطها بقى في جدول كده وابدا اشتغل عليها. طيب لو انا اخدت لو انا مثلا لغيت الجزء اللي في الاول ده، طبعا ده اسمه انكودر، ولو انا لغيت الجزء اللي في الاول ده اسمه ايه، من اول بوتل نيك لحد الاخر كده اسمه ايه، اسمه ديكودر. طيب ممكن الدنيا تكبر شويه، او ممكن تكبر شويه بالشكل ده كده، عندي مجموعه اكسات، عندي في هيد لاير موجوده، في هيد لاير كمان، طبعا انا متوقع ان يكون عندي برضو هنا في هيد لاير، وفي كمان ايه، وفي كمان اللاير النهائيه اللي المفروض تديني نفس الشكل الاصلي اللي انا ايه شايفه ده كده، ماشي. ده لو انا هشتغل ايه ديب اوتو انكودر. طيب ممكن استخدمها في ايه طبعا، اللي هو الديب اوتو انكودر اللي هي بالشكل ده كده، ده شكل انكودر بس، ماشي، الديكودر المفروض عكسه، هيبقى في هيبقى ديت موجوده زي ما هي، واخد واحده زي دي كده هاخدها هنا كده، واخد واحده زي دي كده ايه هاخدها، اخدها هنا كده. ممكن استخدمها في ايه؟ قال لك ممكن استخدمه في فيتشر اكستراكشن، اللي ناخد الفيتشرز الموجوده دي اشتغل عليها، ممكن استخدمه في دايمنشن ريدكشن برضه انا قللت الابعاد بتاعتي، ممكن استخدمها في كلاسيفيكيشن ناخد الفيتشر ديت واضيه اطبقها في اي تاسك انا ايه انا عاوزها. طيب ده بقى الكامل على بعضه، هو الوري كونستراكشن، ابدا اخد الجزء اللي في النص ده البوتنيك، ابدا احط الهيد لير اللي هي دي المفروض تكون شبه دي، واحط الاوتبوت بتاعتي المفروض تكون شبه الايه، الانبوت الاصلي المفروض عن الموجود عندي. طيب ليه بنستخدم الاوتو انكودر؟ قال لك انت ممكن تستخدمها في حاجه اسمها دينويزنج، ان انت تشيل النويز الموجود في الصوره، وده هناخد عليه بروجكت او اتنين بروجكت. ممكن تستخدمها في الداتا كومبريشن، لان زي ما قلنا ان انت استخدم انكودر بس واطلع الاوتبوت ده واستخدمه في حاجه تانيه مفيش اي مشكله. ممكن استخدمها في الانسوبرفايز ليرنينج بقى، اللي هو فيها كلاسترنج بقى وفيها الانواع اللي احنا عارفينها دي كلها، والدايمنشن ريدكشن تكنيكس. وممكن استخدمها في حاجه اسمها المانيفولد ليرنينج، ممكن استخدمها في الجينيريتيف موديل، وده طبعا اللي احنا برضو هنطبق عليه وهنفهم هو بيشتغل ازاي بالظبط، لان الجزء ده مهم جدا جدا جدا. طيب انواع الاوتو انكودر ايه؟ في نوع اسمه الستاكد اوتو انكودر، في نوع اسمه الدينويزنج اوتو انكودر، يعني كل واحده مخصصه لتاسك معين، السبارس اوتو انكودر، الكونتراكتيف اوتو انكودر، الكونفوليوشنال اوتو انكودر ده بيكون فيها كونفوليوشنال لايرز، والفاريشنال اوتو انكودر دي بتستخدمها في ايه، في دايمنشن ريدكشن. طيب الجينيريتيف مودلز، ايه الفرق بين الفاريشنال اوتو انكودر اللي هو الشكل الطبيعي يعني بتاع الاوتو انكودر اللي فيه انكودر وديكودر وبوتل نيك، والفرق بينه وبين الايه، وبين الجان؟ فبيقول لك هنا ده شكل الفاريشنال اوتو انكودر، ده بيكون عندك انبوت اللي هو الطبيعي جدا بتاع الايه، بتاع الاوتو انكودر، عندك انبوت، عندك هيد لاير، عندك ايه زد 1 زد 2، ده الجزء بتاع البوتل نيك، ماشي، المفروض الفيتشرز يعني اقصى فيتشرز بتكون موجوده في الجزء ده كده، عشان كده راسم لك الشكل الرباعي اللي تحت ده كده، وعندك اللي هي الفيتشرز واضحه جدا في الجزء اللي في النص، وهنا بقى ايه يبدا يكبر او ياخد من البوت نيك، يبدا يرجع تاني للشكل ايه الاصلي بتاعه. ده شكل العادي جدا بتاع الاوتو انكودر، اللي بنسميه الفاريشنال اوتو ايه، اوتو انكودر. طيب احنا قلنا ان الاوتو انكودر بينقسم الى جزئين، انكودر وايه وديكودر، ماشي،
والاكس ده بيكون unknown probability distribution. يعني الاكس ده اللي هو طبعا distribution انت ممكن ان انت تنشئه بشكل ما، او ممكن تاخده صورة طبيعية موجودة وعاوز الاوت يطلع تاني زيها بالظبط، ماشي، ايا كان يعني الشكل ده. ف والزد الموجود في النص ده ممكن يكون اصلا معمول بشكل جاوسيان probability distribution عشان يعرف ايه الفيتشرز الموجودة عندك، فبيعرف ايه الديستريبيوشن بتاع الانبوتس الموجود عندك، ماشي، نتيجة بقى لإيه لكل الويتس الموجودة عندي، ونتيجة لكل العمليات الاكتيفيشن فانكشنز اللي احنا طبقناها، فوصلنا إلى إيه؟ إلى فيتشرز بيزد على إيه؟ شوية معادلات سابقة يعني. فالفيتشرز ديت ممكن تكون متقسمة بشكل جوسن ديستريبيوشن. طيب إزاي بنعمل تريننج للكلام ده؟ إننا بتبدأ تاخد طبعا الجزء بتاع الإنكودر، تاخد الصور الأصلية أو الإنبوتس الموجودة عندك الأصلية، تدخلها على الهيدن لاير، بعد كده تدخل على جزء تاني. الجزء التاني ده ممكن يحسب لك حاجه اسمها مين وحاجه اسمها فيرينس، اللي هي بالنسبه لي فيتشرز اصلا، فيطلع لي بعد كده ايه حاجه اسمها ايه الزد، اللي هو لو انا عاوز اوصل مثلا 1 دايمنشن يعني جاوس بروبابيلتي ديستريبيوشن عن طريق المين وعن طريق الفيرينس. طيب ده شكل من اشكال الايه، ده شكل من اشكال اللي هو كاني شغال على انكودر فقط لا غير، وعاوز اوصل الى 1 دايمنشن فقط من كذا دايمنشن. طيب لو احنا عاوزين نستفيد من الاوتو انكودر في موضوع الايه، في موضوع الجان، فقال لك موضوع الجان ده يعني موضوع محتاج شويه تفاصيل شويه، طبعا لسه هاخده بالتفصيل وفي صور هتبقى اوضح من كده بكتير، بس بيقول يعني لو انت عاوز تستخدم الاوتو انكودر ان انت تستخدمه في حاجه اسمها جان، فلازم تدخل لي صور في الاول كده تكون فيك، صور فيك. انا اصلا عاوز استخدم الجان في ايه، ان انا اعمل انشئ صور، يعني يبقى عندي صور كده ملهاش اصلا اي اساس من الـ من من مش شبه اي صور موجوده عندي، وفي نفس الوقت بدخل الجان ده صور اصليه، ماشي، فيبدا ياخد الصور اللي هي معموله بشكل عشوائي لحد ما ايه، ويقعد يغير في الويتس بتاعتها لحد ما يوصل الى ايه، الى ان الصور العشوائيه دي تكون شبه الصور الاصليه الموجوده عندي، ماشي. دي الفكره بتاعت الايه، بتاعت الجان. هي مش واضحه هنا شويه بس ايه، ممكن تكون واضحه في الصوره دي. الفاريشن اوت انكودر العادي جدا هو بياخد الاكس يطبق عليها انكودر يطلع زد، وبعد كده الديكودر يطلع الاكس ايه، الاكس داش. ده الشكل الانكود اللي هو الفاريشن اوت انكودر العادي جدا. لكن الجان في حاجة تانية، الجين ده بيبقى فيه اللي هو زد، والزد ده بيبقى عبارة عن ايه، بيبقى عبارة عن نويز، والنويز ده بيدخل على جنريتور، فالجنريتور ده فايدته ان هو بيطلع لي صورة، والصورة ديت بتكون السايز بتاعها نفس السايز الأصلي بتاع الصورة الأصلية الموجودة عندك، ماشي. بعد كده الاتنين دول بيدخلوا على حاجة اسمها ديسكريمينيتور، اللي هو بيتشيك على الفيك والريال، يقول لي بقى ايه، يقول لي ان الصوره ديت فيك ولا ريال، وبعد كده يحسب الايه، يحسب اللص. فلما يبدا يحسب اللص في الحاله دي يقول لي الفرق بين الصوره دي والصوره دي، هل فيها، هل الصوره اللي داخله ديت فعلا فيك ولا صوره شبه الريال بالظبط. لو هي فيك هيبدا يعدل ويعمل باك بروباجيشن كده، ويعدل في الديسكريمينيتور ويعدل في الجنريتور لحد ما يخلي الايه، الاكس اللي طالعه دي شبه الصوره الاصليه الموجوده عندي بالظبط، ماشي. دي فكره الجان. يبقى تاني انا دلوقتي عندي ايه، الجان بيشتغل ازاي؟ بيقول لك انا مثلا بكريت نويز، نويز باي سايز، بدخلها على حاجه اسمها جنريتور، الجنريتور ده بيبدا يكريت لك صوره، الصوره ديت السايز بتاعها نفس السايز الاصلي بتاع الصور اللي انت عاوز ايه تقارن بيها او عاوز تطلع زيها. ادي الصوره الاصليه وادي الصوره اللي هي الفيك، الاثنين دول بيدخلوا على حاجه اسمها ديسكريمينيتور، يبدا يقارن ما بين الاثنين دول، يقول لك الديسكريمينيتور ده يقول لك هي الصوره اللي انت مدخلها دي هي فيك ولا ريل. لو هي فيك ابدا اعمل ابديت للويتس بتاع الديسكريمينيتور والجنريتور، ماشي. لو هي مش فيك خلاص، يعني ده انا كده وصلت ان هي فعلا ريال، على الرغم ان هي كانت صوره اصلا كانت نويز في الاول. فديت الميزه بتاعت استخدام الايه، بتاعت استخدام الجان، ولسه هتكلم عنه بالتفصيل، وهتكلم عنه برضه ايه، كودينج بالتفصيل، خلاص. طيب دي برضه صوره توضيحيه بتوضح الموضوع بشكل احسن شويه. انا عندي هنا حاجه اسمها ليتنت سبيس، او اي نوع من انواع السبيسز، او اي نوع من انواع الديتا النويزز اللي هي ملهاش اصلا اي معنى، ماشي. او ممكن اخد كمان الصور، ده لو انا عاوز اشتغل ممكن اخد الصور كده واضيف على نويز، ماشي، بحيث ان انا يعني اشغل موديل كده والموديل ده يشيل النويز الموجود عندي. طيب فانا خدت مثلا ليتنت سبيس، او ممكن نحدد مثلا اي سايز وخلاص، ممكن اقول له مثلا 100% واقول له بقى ايه، ضيف لي نويز على 100% دي، ادي النويز ده، النويز ده داخل على حاجه اسمها جنريتور. الجنريتور ده هدفه في الحياه ان هو يخلي ال 100% دي شبه السايز الاصلي بتاع مين، بتاع غير السامبل الموجوده. يعني افترض ان ده 128 128، يبقى المفروض الجنريتور يخلي الصوره ديت 128 في 128. يبدا بعد كده الكلام ده يدخل على حاجه اسمها ديسكريمينيتور، يقارن ما بين الاثنين دول، لو لقى ان الاثنين دولت فيهم فرق، او قال لك ان الصوره اللي دخلت او طلعت من الجنريتور فيك،
خلاص هيرجع يعدل، يعمل فاين تيونينج هنا في الديسكريمينيتور، فاين تيونينج فين؟ في الجنريتور، عشان الجنريتور ده لما يجي يدخل له صوره تاني يبدا ان هو يطلع صوره اقرب شويه الى الريال، لحد ما نوصل ان الصور كلها تكون ايه؟ تكون ريال. دي الفكره بتاعت الايه؟ بتاعت الجان، ولسه هنتكلم عنها بالتفصيل. طيب يوزنج الجان، نستخدم الجان في ايه؟ ممكن نستخدمه في حاجه زي كده. عندي مثلا حاجه اسمها ايمج جنريشن. لو انا عندي الاوريجينال ايمجز الموجوده عندي 2 4 6 8، ممكن اطلع منها كذا صوره باكتر من شكل مختلف. ادي مثلا التيومر ميرور، يعني شبه الصوره الاصليه، ممكن اطلعها بشكل اكبر شويه 10%، بشكل اكبر شويه 20%، بشكل اصغر شويه 15%، وهكذا. ممكن استخدم الجان في ايه؟ ممكن استخدمه ان انا عندي مثلا صور مش بتضحك، يعني صور لاشخاص اصلا مش بيضحكوا، ممكن اضيف عليها سمايل. ممكن ان في صور بتضحك اصلا ريموف منها السمايل دي. ممكن ان في اشخاص مش لابسين مثلا جلاسز او اي جلاسز، ممكن ان انا البسهم ايه؟ البسهم نظارات. طبعا ده بقى ايه؟ ده بقى منتشر دلوقتي في ابلكيشنز كتير، ان انت يكون عندك الشخص نفسه يعني في حاله معينه انت ممكن تضيف عليه ايه؟ يعني ايموشنز معين، ممكن تضيف عليه ان هو يلبس حاجه معينه، تلبسه بدله، تلبسه قميص، تغير من شكله، تغير من لون شعره، كل ده الكلام اصلا خاص بمين؟ خاص اصلا بالموضوع الجان. طيب هناخد طبعا تطبيقين على حاجه اسمها الدينويزنج اوتو انكودر. الدينويزنج ده بيشتغل ازاي يا شباب؟ انا دلوقتي بيبقى عندي نويزي ايمج او نويزي ايمج، المفروض انا ادخلها على انكودر فيطلع لي الكومبريس ريبريزنتيشن، ادخله على ديكودر يطلع لي الدينويز دي ايمج. بس لازم طبعا يكون الديكودر والانكودر ده اساسا مدرب ان هو لما يدخل نويزي ايمج يطلع له حاجه شبه الصور الاصليه الموجوده اصلا. فده اللي هيتم في شكل ايه؟ في شكل التريننج اللي احنا المفروض اصلا هندرس مشروعين على الكلام ده وهنفهم الكلام ده شغال بالظبط ازاي. طيب قال لك ان انا ممكن اضيف النويز ازاي؟ ممكن ان انا اخد الانبوت بتاعي واضيف عليه حاجه اسمها الجاوس النويز، لو انت عاوز يعني ايه يبقى عندك بعض الصور فيها نويز عشان فعلا تتاكد من فعاليه الاوتو انكودر ده او النويز انكودر. ممكن اضيف عليه نويز بهذا الشكل عن طريق جاوس النويز مثلا، وابدا اشتغل عادي جدا بقى واشوف الناتج النهائي هيبقى شكله عامل ازاي. او ممكن تاخد الانبوت وتعمل عليه دروب اوت، لو انت عملت دروب اوت هيبدا يشيل منه مجموعه نيورونز كده، فمجموعه انبوتس، وطبعا بقى شكله ايه؟ مشوه، او ما بقاش شكل الايه؟ الشكل ما بقاش الشكل الاصلي. فطبعا برضه ده نوع من انواع ان انت ازاي تعمل نويز مثلا على صور، او ان يكون في اصلا نويز موجود على صور موجوده هنا موجوده عندك. طيب في نوع تاني اسمه السبارس اوتو انكودر، ده بيبقى بالشكل ده كده، الانبوتس وهيد اللاير والاوت، بيكون في بعض النيورونز الموجوده في هيد اللاير دي او في البوتنيك بيكون ايه معمول لها بلوك او مش شغاله، ماشي. ففي الحاله ديت عشان برضه اغير في الشكل بتاعي و ما يبقاش التكر يبقى عنده حاجه جاهزه كده ان هو كل ديتا موجوده في النص ان هو يقدر يستنتج منها الايه اصلا الانبوت كان عباره عن ايه.